السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. حبايب اليوم حبيت أشارككم بهاي الوصفة. طريقتها طبعا كلش طيبة وسهلة، وهي كليتشة. طبعا أنا مقدمة عدة طرق لها، وهاي أيضا حبيت اليوم أشارككم بها، يعني كلش ناجحة وكلش طيبة وهشة بنفس الوقت. مقادير هنا أخذ 3 وربع من الطحين الصفر، وأضيف له ملعقة كبيرة من الهيل المطحون، وأضيف له ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من السكر. هاي المواد الجافة هنا راح أخبطها سوا، وأستخدم لها طبعا الزبد. كل 3 وربع من الطحين أخلي له كوب واحد من الزبد. طبعا هذا الزبد لازم أن يكون يعني أذوبه تماما، حتى أي سوائل أو حليب يكون متواجد بيه لازم أنشفه، حتى ما يعني يأثر على هشاشة ويعني نجاح الكليتشة. فهسه لازم أني يعني أخذ نص من عنده، وما يعادل تقريبا كوب واحد. تابعوا باقي الخطوات بالفيديو. طبعا انا راح اخلي الخميره تختمر تقريبا 5 دقائق حتى تتفاعل الخمره مع السكر، وراح نكمل بقيه المراحل.
طبعا انا بعد ما اختمرت الخميرة بعد مرور 5 دقائق راح اضيفها على العجينة واكمل بقية عجنها. طبعا انا راح اخذ مقدار 2 كبار من الزبادي او اللبن الرائب، هاي راح يعطيها طبعا هشاشة وطعم كلش طيب.